اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما يعني قلنا لكم منذ اليوم الاول في هذا البرنامج ان احنا بنتابع ابطالنا، مش بنبص لشعبيه ولا جماهيريه اللعبه، ولكن بنبص للجهد المبذول للابطال دي وان هم رفعوا اسم مصر، واكيد طبعا اسم النادي الاهلي عليه. العاب القوى في النادي الاهلي ليها فريق كبير وفريق عريض جدا بيضم مجموعه كبيره من اللاعبين اللي في الاخر بيخدموا منتخب مصر، وعندنا مثل حي لذلك. عندنا سلمى عبد الحميد. سلمى عبد الحميد لاعبه النادي الاهلي ومنتخب مصر، لعبت الوثب الثلاثي والوثب الطويل والتتابع. فازت بثلاث ميداليات في البطوله العربيه اللي فاتت اللي اتلعبت في الفتره من 25 ل 28 نوفمبر اللي احنا فيه. طب ايه الميداليات اللي خدتها؟ خدت الوثب الثلاثي، خدت ذهب، في الوثب الطويل خدت فضه، في التتابع خدت فضه ايضا. بنرحب في البدايه بسلمى عبد الحميد. اهلا بيك يا سلمى. اهلا بيك. الف مبروك. ايه ما شاء الله الميداليات والالقاب، فرحانه جدا. طب انت وانت رايحه البطوله العربيه كنت حاسه هتكسبي الحاجات دي او البطوله الميداليات دي؟ انا كنت دوت بيجي على التمرين بقى، لو متمرنه كويس فاكيد هبقى حاسه ان انا رايحه اكسب. طب قولي لنا، ناخد الموضوع من الاول. انا عايزك يعني ايه ما تحسيش باي يعني انت حتى كانك قاعده في النادي الاهلي. انت عرفتي ازاي انت هتشاركي في البطوله العربيه؟ ايه اللي حصل؟ عرفتي منين؟ يعني اول حاجه عرفتي ازاي هتشاركي في البطوله العربيه؟ ان انا الاول لعبت بطوله منطقه، بعد كده جمهوريه، فان انا بكسب وكده، فشافوا ارقامي وشافوا الحاجات اللي انا بعملها وكده، فالمنتخب اخدك. صح. طب اتمرنتي مع المنتخب ولا رحتي على السفر على طول؟ لا، بتمرن مع الكابتن بتاعتي. كابتن منتخب. كابتن منتخب اسمه ايه؟ كابتن منى صبري. وقعدتي معاه؟ كابتن هيثم. اتمرنتي معاهم في المركز الاولمبي في المعادي ولا فين؟ قعدتي معسكره فتره. وبعد كده يعني قعدت لك قد ايه قبل البطوله العربيه في تونس؟ يعني قعدتي كام يوم تتمرني قبل ما تروحي تونس؟ قعدت اسبوع كده. اسبوع. يعني مش كتير. يعني انت الحمد لله جايه من النادي الاهلي متمرنه جاهزه. ايوه. يعني جايه جاهزه وكل حاجه. طيب دي اول بطوله تلعبيها بره مصر يا سلمى؟ كنت فرحانه؟ جدا. اتخضيتي من ركوب الطياره والسفر؟ عشان دي بيبقى ليها رهبه. كان كل اللي في دماغي ان انا في البطوله، بس يعني انا اصلا ما كنتش حاسه بالطيران، ما كنتش اي حاجه، يعني رايحه عشان البطوله مش رايحه عشان اي حاجه. عايزه راحه. انا يا جماعه راح اكسب، ولا طياره ولا شايفه طياره ولا قلقانه من حاجه. طيب سافرتي على تونس، يعني احكي لي لما نزلت المطار، وهو البطوله اتلعبت في رادس، في ملعب رادس. والنادي الاهلي على فكره ليه ذكريات في ملعب رادس دي كوره، انت عارفه ولا مش عارفه؟ النادي الاهلي كوره خد بطولات كتيره وكسب ماتشات فيصل هناك، ملعب رادس ده بيقولوا ملعبنا، ملعب النادي الاهلي يعني. احكي لي بقى من اول ما نزلتي من الطياره لغايه ما وصلتي ملعب رادس، عملتي ازاي؟ مشيتوا ازاي؟ اول ما نزلنا من الطياره رحنا الاوتيل واتغدينا، وبعد كده رحنا شفنا الملعب وشفناه كله، احنا هنلعب فين وكده. اتمرنت عليه ولا لا؟ اتمرنت بس يعني خفيف جدا، خفيف. يعني عشان كنت نازله تاني يوم العبه. بس بعد كده ثاني يوم بقى نزلت لعبت وكده. لعبت ثاني يوم على طول؟ طيب انت كان كام معاكي، كام لاعيبه بيشاركوك؟ يعني مثلا لو خدنا تسعة في الثلاث سباقات، يعني في الوثب الثلاثي والطويل والتتابع، لا ولا لا الطويل والثلاثي هو تسعة بس. تسعة. جنسياتهم ايه فاكره؟ في تونسيه، في جزائر، هم اكتريتهم كانوا شمال افريقيا، تونس وجزائر. تونس وجزائر جامدين بامانه يعني. لا، ما انت واخده ميدالي، ما انت كسباهم، انت واخده ذهب، واخده يعني فضه، يعني كسباهم. ايوه. فانت كنت شايفاهم جامدين؟ يعني مش قوي يعني. كنت قلقانه طيب لما دخلت شفتيهم؟ قعدت تبص لهم من بعيد كده تشوفي لا ده هم بيعملوا، هم بيسخنوا، كنت قلقانه ولا هم اللي كانوا قلقين منك؟ ما اعرفش، بس انا ساعات ما ببصش على حد يعني، ببقى بص على نفسي بس. برافو عليك. مين اللي بيمرك في النادي الاهلي؟ كابتن منى صبري وكابتن هيثم نور الدين. طيب قولي لي، العاب القوة مش دايما البنات بتحب تلعبها، صح؟ صح ولا لا؟ بس انا اول ما دخلت اصلا العاب القوة انا بحب لعبتي جدا 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 فعلا. دخلت ازاي؟ يعني كابتن منى. اشتركت ازاي؟ يعني ايه اللي خلاكي تبتدي العاب قوة؟ انا اصلا ما كنتش اعرف ان في حاجة اسمها العاب قوة فعلا. مفيش حد في العيلة بيلعب؟ بابا ما كانش بيلعب؟ ماما؟ بابا كان بيلعب بوكس. بوكس برضه يعني رياضات قوة يعني. بس عرفت ازاي بقى العاب القوة؟ مين وجهك؟ ان الكابتن بتاعتي اكتشفتني وكده، فاللي هي كابتن منى وخدتني. دي اللي كانت بتمرن في المنتخب كمان؟ شافتك فين؟ هي بتمرني دايما في المدرسة. في المدرسة؟ يعني هي جت مرنتك، يعني انتوا هي بتدرس معاكي في المدرسة ولا جت اكتشفت المواهب فشافتك؟ لا جت اكتشفت، هي بتيجي تكتشف المواهب كده فعلا. يعني دي يا جماعة على فكرة ده خبر حلو ان لسه في كشافين في الالعاب وبالذات العاب القوة، يعني ده خبر كويس. يا رب نرجع نشوف الكشافين دول تاني يروحوا المدارس ويجيبوا النجوم. يعني سلمى
يعني كابتن منى مدربتها في المنتخب اكتشفتها في المدرسه. طيب اول ما شافتك قالت لك ايه؟ اول ما شافتني فقالت لي ادتني ميعاد ان انا اجي النادي وكده، نادي الاهلي. حلو. فجيت واتمرنت وكنت بتمرن. طب فاكره اول يوم رحت النادي الاهلي ولا كنت صغيره؟ لا يعني عادي. كان عندك كام سنه؟ طيب فاكره؟ كان عندي 15. يعني من سنتين كنت كبيره وفاكره. لا مش فاكره. ايه لا ده انت فاكره كويس. رحتي مع بابا بقى ولا ماما اول يوم؟ كنت رحت مع الكابتن بتاعتي. مع ايه؟ الكابتن بتاعتي. الكابتن بتاعك. بابا ما جاش معاك اول يوم؟ لا. لا عايزين نعرف بقى بابا كان عنده ايه بقى ما جاش. طيب طيب رحتي دخلت على التمرين على طول ولا؟ احنا بنتمرن في الاولمبي مش بنتمرن في الاهلي. ما انا عارف مركز الاولمبي في المعادي، بس قصدي دخلت على التمرين على طول ولا عملوا لك قياسات الاول، قاسوا خطوتك طولك ولا على طول قالوا لك يلا خش على التمرين؟ لا طبعا اكيد يعني بيشوفوني انا سريعه مثلا، هيشوفوني اعرف انط يعني فاهمه. طب قولي لي ايه يعني، انت كنت الاول عندك 15 سنه كنت بتلعبي في المدرسه حاجه يعني خالص؟ طب امال شافتك فين كابتن منى؟ شافتني في المدرسه. يعني شافتك، شافت جسمك وشافت يعني قياساتك ايدك خطوه رجلك بتاع، قالت لك انت تلعبي معانا العاب كوره. خدوا معاكي حد تاني؟ مين؟ خدوا عوله ولسه معانا فاتن. ايوه ما انا عايز اسالك بقى السؤال ده، السؤال اللي جاي بعد كده يا سلمى. هي واخده اول جمهوريه. يعني الاثنين اللي اكتشفتهم كابتن منى، واحده ما شاء الله بطل عرب اهي دلوقتي، والثانيه جمهوريه. ايوه. انت يعني طب علا نفس سنك؟ 16. لا انا اكبر. انت اكبر. اصغر منك بقد ايه علا؟ سنه. بس كنت من نفس المدرسه وبتاع. طب قولي لي عشان الحته دي مهمه، لان الحته اللي جايه دي لاولياء الامور للاب والام. ما تقفوش يعني، يعني لما يجي ابنك او بنتك يجي لك من المدرسه يقول لك يا بابا في مدرب شافني وعايز نلعب، سيبه يروح، سيبه. زي ما انتم شايفين سلمى ما كانش حد في دماغه خالص انها بتبقى بقت بطله في سنتين. طب لما انت جت كابتن منى في المدرسه وقالت لك يا سلمى يا علا صح؟ عايزينكم تيجوا تلعبوا معانا في النادي الاهلي. رحتي حكيتي لبابا وماما، ايه اللي حصل؟ انا اصلا كنت عايزه اروح اتمرن في نادي كده، فكنت قايله لبابا قبليها. فلما كابتن منى بقى شافتني وكده، فلما قلت لهم هو فرحوا ان انا اصلا كنت عايزه اعمل كده. فعلا كنت قايله لهم قبليها ان انا عايزه اتمرن العب رياضه في نادي. فلما جيت اجي على هواهم قلت طب روحي. طب ما لقوش عليكي؟ ما بيبقى عارفين، وكمان الاولمبي جنبينا. انت ساكنه في المعادي؟ عشان كده يا باشا بقى معايا المركز الاولمبي جنبكم. طيب خلينا نقول برضو انه يعني الاساس في الموضوع ده رغبتك انت اللي كنت عايزه تلعبي وعايزه تروحي وعايزه تخشي. تقدمك في التمرين، انت كنت يعني ارقامك بتتحسن مع التمرين، شافوا يعني. قولي لي انت عملت ايه يعني، الاول كنت ارقامك شكلها ايه، بعد كده بقت ايه، احكي لي. كان مفيش ارقام يعتبر. فعلا يعني بدات فروم زي ما بيقولوا فروم سكراتش، من زيرو خالص، ما بقاش. أيوة. ما كانش في اي حاجه خالص. لا ده انت قصه نجاح يا سلمى، ده انت اكتشاف. يعني انت ما كنتيش بتلعبي العاب قوه خالص، وفي سنتين بقيتي بطل عرب. وعايز اوريكم يا جماعه، بسم الله ما شاء الله، يعني ثلاث ميداليات. انا طبعا ايه هرفع لكم ميداليتين بس خلينا في واحده، خلينا في الذهب. ايوه دي ميداليه البطوله العربيه، عندي ثلاث ميداليات في البطوله العربيه في سنتين سلمى حققتها. سلمى وجايه ما كانتش بطلت قبل كده ولا لعبت في نادي، سنتين مع مدرب النادي الاهلي رعاها مع مدربه، في سنتين النادي الاهلي وصل سلمى انها توصل على منصه التتويج في البطوله العربيه. طيب يا سلمى قولي لي يعني اول ميداليه خدتيها هناك من تاتا ايه؟ خدتها كانت الاول كانت برونز. اول واحده البرونز. بس كانت بطوله جمهوريه عادي. لا انا بتكلم على البطوله العربيه. العربيه؟ اول واحده من الثلاثه خدتيهم ايه؟ في تونس. لعبت وزب طويل يعني فضه. اول ايفنت كان وزب الطويل. خدت فيه فضه. خدت فيه الطويل بفضه. فتح نفسك؟ لا علشان اصلا ما كنتش عامله رقمي. انت كنت عايزه ذهب؟ يعني انت زعلانه انت واخده فضه؟ انا لو كنت جايبه الرقم اللي انا عامله يعني الرقم بتاعي الطبيعي. كنت جايبه واخده كمان. خدي فضه وما حققتيش الرقم بتاعي. مش بقول لك اكتشاف يا سلمى. طب ايه رقمك؟ قولي بالارقام، ايه رقمك؟ عندي وزب طويل 5.79. 5.79. بسم الله ما شاء الله. والثلاثي 11.79. الثلاثي كام؟ 11.79. 79. عملت ده رقمك اللي هنا؟ هناك بقى نقول مثلا الثلاثي جبت كام؟ لا في الثلاثي دوت الرقم الجديد اللي هو 11.75 ده اللي حققتيه في تونس. 79. 11.79 ده اللي حققتيه في تونس. طب ده اللي كنت بتحققيه في مصر ولا اكتر؟ لا
اقل يعني أقل. 75. طب انت في مصر بتحققي كام؟ 75. لا ثانية واحدة يا سلمى، انت قلت لي حققتي في تونس 11.79. طيب. في مصر بقى قبل ما اروح تونس كان 75. 75 يعني انت حققتي في مصر اقل. ولما رحت حققت اكتر. ايوه. طيب ما ده اللي بقوله، ان انت تألقتي في البطولة اكتر من الطبيعي، يعني حققتي 4 سم زيادة. ايوه كان عندي حافز ان انا عشان خدت فضة الاول، فكنت مش عايزاها فضة. طيب. تاني. ودي صور ليك على فكرة، دي هناك مش كده؟ كان احساس حلو. ايوه كنت. طيب خلينا ده في الثلاثي. طب الوزب الطويل انت عامله 5.79. هناك صح؟ لا كام هناك؟ هناك 5. كانت 25. 5.25. رقمك في مصر كام؟ 79. 79 فرق نص متر كده. ده انت يعني ده فرق كبير قوي. ممكن عشان اول بطوله. طبعا اول بطوله يعني اول حاجه انزلها طبعا. بس في الثلاثي يعني اتشجعت اكتر يعني. بس 5.25 ده جاب لك الميداليه الذهب. لا الفضه. الفضه انا اسف، ما انا بتلخبط بين الثلاثي والطويل معلش اعذريني. بس يعني امال لو حققتي نص متر كمان تعملي تاخدي افريقيا ان شاء الله. صح ولا انا غلطان؟ ان شاء الله. انا عندي بطوله الخميس الجاي. فين؟ في الاولمبي، مركز الاولمبي. دي بطوله الجمهوريه. طب لو كسبتيها تحت 20 سنه. تحت 20 سنه بس انت لسه ما كملتي، لسه ما كملتيش 17 سنه. ما بتلعبي؟ طب انتوا عندكم تحت 20 تلعبيها، هتلعبيها عادي بتصعدي تلعبيها؟ بلعب. طب بلعب درجه اولى كمان. بتلعبي درجه اولى ما شاء الله. طب ايه نتائجك في ال 20 والدرجه الاولى؟ يعني لو جبت ارقامي. لا انا عايز اقول احسن يعني في الدرجه الاولى حققت انجاز ايه قبل كده؟ رابع. طب وانت عندك ما كملتيش 17 سنه واخده رابع في الفريق اللي جاي، مين اللي بينافسوك اكبر منك؟ بكتير. مش بقول لك تسافر سلمى ان شاء الله باذن الله، انت يعني ان شاء الله يا رب باذن الله هتشوفك حاجه جامده. طيب خلينا نتكلم في التتابع. تمام. كان رقمك ايه هنا وعملت رقم ايه هناك؟ في التتابع وانا اصلا دي يعني ما كانتش لعبتي قوي، لعبتي اللي هو طويل وثلاثي. تمام. تتابع برضو مش لعبتك بس خدتي فيها ميداليه. عملت ايه هناك وليه لعبوك التتابع؟ علشان ممكن يكون سريعه شويه. انت اللي هتقولي لي؟ لا مش ممكن سريعه. انت اللي تقولي. عشان سريعه شويه. ما يهمكيش قولي، يبقى دي حقيقه. ودي لقطات ليكي من البطوله العربيه يا سلمى. شفت بقى احنا مراقبينك ازاي وعارفين كل انجازاتك ازاي؟ دوت في الطويل. بس اقول لك على حاجه يا سلمى، لا انت جسمك وجريتك بسم الله ما شاء الله زي اللي بنشوفهم في الاولمبياد. ربنا يحفظك يا بنتي والله. ده كان دي القفزه اللي انت خدت فيها الميداليه ولا دي كانت في التمرين؟ لا مش ديت، بس يعني هم عشان صوروني واحده بس. يعني هم صوروا واحده بس. طيب وهنا ديت في الثلاثي في المركز الاولمبي. المركز الاولمبي. انا قلت برضو ده مش رادس، ده باين. طب قولي لي يعني، خلينا نتكلم في التتابع. التتابع انت قالوا لك قبل ما تروحي هتلعبي تتابع ولا ده حصل هناك؟ حصل هناك. ليه بقى؟ في لعيب ما راحش؟ في لعيبه مثلا حصل يعني حصل ايه؟ ما كانش في لعيبه تتابع اصلا. فلقوا انسب واحده من البعثه اللي رايحه مين؟ لقوك انت. كنا ولقوا كان في اصلا هناك بيجروا سبرنتات، فقالوا نلعب تتابع. يعني احنا اصلا كنا ماشيين اول لاخر لحظه. انت وكم كم لعيبه في التتابع؟ اربعه. احنا بنبقى اربعه متنوع. طب بس خلي بالك التتابع ده انت اللي هي بتاخد فيها العصايه صح؟ انت التكنيك ده صعب، الاستلام والتسلل انت ما اتمرنتيش عليها يا سلمى؟ اتمرنت قبل كده. كنت بلعب في الاولمبي برضك هي مره واحده. اتمرنتي مره واحده فعرفت ازاي تستلم العصايه وازاي تسلميها. هي المشكله كلها بتحصل هنا. ايوه. ولو طلعت بره الحاره خلاص راح. طب بتفكري عجبتك التتابع تقعدي تلعبيها شويه؟ هي بيبقى صعبه جدا وبيبقى فيها توتر قوي، ان انت مثلا لو انت عملتي حاجه غلط الفريق كله هيقف. ان مثلا انا لو سلمت غلط او حصل حاجه كل اللي معايا راح يخسروا. يعني انت بيشوف يعني احنا اربعه يعني ده. طب سيبك من دي، انت حابه اللعبه؟ حابه تتابع؟ التتابع؟ مش قوي. لان دي مش لعبتك، انت حابه القفز الوزن الثلاثي والطويل، دي لعبتك. طيب عندنا الجمهوريه الخميس الجاي ان شاء الله. 20 سنه. خميس وجمعه. ان شاء الله خميس وجمعه، باللي انا شايفه ده كده ان شاء الله ذهب. ان شاء الله. صح؟ ان شاء الله. طيب عندنا ايه بعد الجمهوريه؟ عندنا 18 جمهوريه. يعني ان شاء الله باذن الله ذهب. فوت ذهب ان شاء الله. مفيش حد بينافسك ولا ايه؟ هتلاقي بنفسك بس في الفريق الاول. طب كابتن ياسر داوود قولي لي علاقتك معاه ايه؟ انا بحب كابتن ياسر جدا.
وعرفت معاه اللي هو بيدربني بيشرف على تمرينك بيتابعك. ايوه. طب ابرز تعليمات اللي بيقولها لك ايه؟ ايه الحاجات اللي بيقولها لك ودايما فاكراها؟ كابتن ياسر داوود رئيس الجهاز طبعا. ان مثلا احنا عايزين احسن، احنا عايزين رقم حلو كده، بيقول لك عجيب. بيحفزني. طب بيقول لك حاجات في الفنيات ولا دي مدربتك بقى من كابتن منى؟ لا مدربتي سلمى. والله بجد انت اكتشاف، وانا كنت سعيد جدا ان انت معايا بامانه، وميدالياتك وارقامك بتنبأ ان شاء الله بان انت ليك مستقبل باهر. خلي بالك ان شاء هنتابعك الله. هنتابعك ونجيب اخبارك وهتجيلنا تاني. ان شاء الله. الف مليون مبروك يا سلمى. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا مع سلمى عبد الحميد، طبعا بطله العرب في الوثب الثلاثي والطويل والتتابع، حقق انجازات في قد ايه؟ في سنتين فقط. كل ولي امر وكل اب وام شايف الحلقه دي النهارده، يا ريت انت تبادر ان انت تخلي في سنتين بقت بطله عرب. يعني الموضوع مش بعيد، 15 سنه 16 سنه ما تاخرش، خليه يرجع ويشارك ويخش بطولات عشان يشوف اكبر عدد من المصريين بيشاركوا في الرياضه. هنطلع لفاصل عشان نستقبل ابطالنا التانيين اللي حققوا ميداليات في البطوله العربيه، عمر عبد العزيز وتامر اشرف، ولكن بعد الفاصل.